مش انا هخش اخد من النادي. لو تمت دي يا كابتن عباس اعتقد انها تبقى كويسه ان شاء الله بالنسبه للزمالك. انا في الانترو انا بتكلم على الاهلي والزمالك، قلت ان دول مباراتين ما بيعبروش عن بدايه موسم، او ده هو المجمل الاعمال السنه دي. الاهلي مباراه فاصله وهي مباراه السوبر الافريقي، مباراه او بطوله من مباراه واحده. نادي الزمالك دي بدايه ممكن حصل فيها تعثر لكن برضو لسه الزمالك قادر على التعويض في مباراه العوده، وقادر انه برضو يقدر يلملم بعض الامور بالنسبه له ويرجع يعود الزمالك مره اخرى. هو في فرق كبير ان مستوى الاتحاد العاصمه غير سولار، فانا كنت اتمنى النهارده للعيبه والمدير الفني او الجهاز. طب ما تحقق لي الاول على اتحاد العاصمه وكمل على الزمالك. لا دي فرقه واخده بطوله وجايه تلاعب الاهلي، لا عندها لعيبه، رغم ان هي عندها كان عندها في الانتقالات اللي فاتت دي مشيت ناس للاحتراف يعني، وجابت ناس ناشئين عيال صغيره كويسين، لكن فرق كبير. انت بتلعب مباراه خلاص، انت رايح املك الوحيد تكسب. لكن انا بتكلم على الزمالك ومستوى سولار في ايه، ان مستوى اللعيبه اللي احنا شفناها في الملعب النهارده دي بالنسبه للمقارنه لتاريخ نادي الزمالك ولعيبه نادي الزمالك، لا ما اقدرش اقارن. بس فرقه اتحاد العاصمه قوامها ده اقوى بكتير مراحل من سولار اللي جابوه. طبعا ما انا بقول لك مفيش فرق المقارنه، حتى في المسابقه دي زي ما حضرتك قلت مباراه من ساعه ونص او ساعتين، ده لسه ليها. لكن انا بتكلم على بدايه لعيب نادي الزمالك، وضع طبيعي. انت ليك عندي حاجتين النهارده، الملعب ترتان والحراره عاليه، لكن مش عايزين نقول ان بدايه وحشه يعني في سواد جاي، لا بالعكس انا بقول لك من دلوقتي ان نادي الزمالك هيكسب 5 و6 ممكن الفرقه دي يعوض مباراه العوده. لكن كنا النهارده نتمنى كجماهير مش محمد صلاح يعني، احنا نلاقي ناس عارفه قيمه نادي الزمالك، الروح، الغيره، ان انت خسران من فرقه انت حاسس ان هي اقل منك في الكوره، دي حقيقه. فرقه عندها دوري 9 لعيبه 9 فرقه بس يا محمد. انت هنا جيبوتي اصلا بلد برضه صغيره، ماهيش في كره القدم ملهاش دور كبير يعني، جايبين ناس مبطلين في الكوره يعني سن كبير، لكن حتى لو انت لما دخل فيك جون او اتنين انت كنت ممكن تعوض، لكن يجي بعد كده زي ما حصل في ماتش النصر الراجل يعمل عكس اللي الناس كلها بتفكر فيه، تغييرات كلها غير موفقه. هو ما زال مصر على الفلسفه بتاعته في التغييرات. ما دي اللي جايبانا، لازم حد يكون معاه ويقول له مش عيب. طب ما معاه يقول له، ما دخلتني انت بقى. طب المدرب المصري ساعات انا جربت القصه دي، ساعات ما بيتاخدش برايه كتير، لان هو جايب ناس من 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 بلده، فسهوله اللغه انه بيتكلم مع الناس دي، ما بيتكلمش مع مدحت او مع مجدي، مع ان ممكن مدحت ومجدي يكونوا فاهمين كوره اكتر من اللي جابه، وده حصل كتير معانا. لكن انت دلوقتي سافرت، المفروض انت تسيب التشكيل لمدحت، المفروض خلاص تشكيل لعبنا وماشيين كويس يعني، سيف جزيري ماشي كويس وشيكابالا ومش عارف والناس موجوده وعاملين نروح نضيع الشوط الاولاني. اللي انت قلبته ده كله نفس ماتش النصر لو تفتكره، النصر السعودي، انت اللي غيرت، نزلت 2 ديفندرات وطلعت 2 مش عارفينك بتعمل ايه، طلعت حسام ولعبت زناري باك مع انه هو سرد باك، ودخلت الباك لعبته سرد باك، يعني لخبط الدنيا. طب الطريقه بقى الامثل بصراحه يا راجل مدير فني كبير، الطريقه الامثل لطريقه لعب نادي الزمالك او عاده نادي الزمالك لشكله الطبيعي 4-2-3-1، ما مش عارف احنا لما هو حاول يغير، احنا قلنا التغيير بيفيده في ايه؟ ان عنده فتوح ربنا يشفيه يرجع بالسلامه، يعرف يعمل له اي حاجه هو عايزها في الطريقه الجديده اللي كان عاملها، وما لعبش بيها النهارده لان ما عندوش لا زيزو ولا عنده فتوح، فلازم يغير، فلعب 4-2-3-1، ما انت ماشي كويس كمل، مش لازم، خلي بالك مش لازم تغير، مش لازم تغير 4 ولا 5، التغيير ده يا اما انت بتقفل ثغره عندك، يا اما انت عايز تتفوق مثلا تجيب جون او تكسب بس، فلازم يبقى حد يتكلم معاه ويقول له، لان اذا كان فاكر ان النادي مفيش حد يكلمه دلوقتي، لا عنده اداره لجنه يعني، وعنده جهاز فني، مش مدحت ده لعب دولي هو ومجدي اكيد وعبد الواحد
يعني الناس دي ازاي ما تتكلمش معاها سيدي؟ حتى لو مش هاخد بكلامي اقول له، لان مدحت اللي كان موجود هو اللي كان بيمرن لما مشي، مش هو قاعد اربع ايام بره في محاضره ومدحت بيمرن. اخر تطورات حتى الناس لما خسرنا من سيراميكا 3 الناس قلت. انا قلت لا، ممكن يكون دافع اللعيب ان انت رايح زي ما حضرتك بتقول اول مباراه في بطوله في موسم، الانطباع اللي هيتاخد عليا من الجماهير ايه؟ اللي انا فعلا بحارب عشان اكسب او مقضيها؟ لا، الزمالك ما حدش يقضيها. ده دور بقى النجم المرشح اللي يبقى مرشح لمجلس الاداره، ده اللي يقدر بقى يكلمه يقول له تعالى اكس او واي او زد، يقول له تعالى انا بتاريخي ده الكبير ده مع نادي الزمالك اجي اقول لك في الكوره انك لازم تسمع للجهاز المعاون، لازم ان هناك بعض الامور الخاصه بالفنيات وده حق وتدخل فيها. اكيد طبعا. انت بتقول جهاز معاون، يعني انا تحت ايدك او انت فوقية، لازم ناخد راي بعض وما تعملش بيه، بس خد. لان انا اصلا اكتر واحد ببقى عندي درايه بالموضوع ده، وهو ما اشتغلش في افريقيا قبل كده، واكيد الفرقه دي ملهاش اي شرايط، لكن من خلال المباراه لا، التغييرات كلها مش مظبوطه يا محمد، ولا جابت نتيجه الا منسي ونزل متاخر جدا. انا اطلع فيرود، انا نازل فيرود، لكن ما اعملش اللي هي السلطه دي واخلي اتنين والسيسي مش عارف راح يلعب فين لا. الفرقه دي المدير الفني الاجنبي بيبقى عنده حساسيه من المصريين الموجودين معاه؟ الناس بتقول له، مش هو، الناس بتقول له، الناس بتقول له بيجي يفهموه. انا بتكلم على حاجه انا عشتها يعني. يعني خلي بالك ده لو خسرت هتمشي، هو يمسك مكانك مش عارف ايه، ممكن يكونوا مين اللي يعني زي مين يعني؟ زي مين في ايه؟ عدى النجاح تقصد؟ لا 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 لا، في ناس مصريين ممكن تبقى بره النادي بس بتعرف تتكلم اللغه بتاعته. او خلي بالك المترجم عنده من الاساس حوالي 70% في افساد العلاقه بين المدير الفني والجهاز. عشان الترجمه عشان يفضل هو متواجد. ادي واحد. والترجمه الفنيه بتاعت الكوره غير الترجمه دحقيقة. اللغويه. ده حقيقه. ده حقيقه. في الالفاظ، في نقل المعلومه يا كابتن محمد، بتبقى يعني ايه؟ انت عارف ساعات يقول لك ايه؟ انت بتتكلم انجليزي هنا بالاشاره كده بنفهم. الاشاره دي اسهل من واحد يقول لك ده بيقول كذا وهو عايز كذا، وبعدين يرجع يقول له لا ده بيقول لك قول كذا، فيبقى في فجوه.